حضرتك؟ صابر طلبه سواق 40 سنه على طريق القاهره السويس، طريق مصر السويس اسكندريه وكل الطرق ان شاء الله. تمام، ايه رايك في طريق القاهره السويس؟ لا، طريق القاهره السويس جميل وواسع وحلو، بس عيبه الملاكي. الملاكي بيجروا جري بطريقه وحشه من الشمال لليمين، وهو اللي بيسبب الحوادث. كل يوم بيبقى عليه حوادث؟ ايوه، كل يوم بيبقى عليه حوادث، وثلاث ارباعهم بيبقوا مبخمرين ومعرفين. احمد مارس سيد سواق ونش على طريق مصر السويس. والله الطريق من ساعه رئيس السيسي مسك البلد الطريق وسع و100 100، بس كتر الحوادث عليه كتير. اللي هو جامعه الشروق اللي هي الشباب بيبقى راكب معاه اثنين وثلاثه وبيجروا سرعه رهيبه قوي وبيعملوا حادثه. اصبح بيجيب بتاع النقل في النص، ما هو بتاع النقل ماشي على اليمين او ماشي على الشمال، بيجيبوا في النص بتاع الملاكي. تمام، يجيبوا علينا ويقول لك سواقين النقل ومش النقل ومش النقل. تمام، بس اكتر الناس اللي بتعمل حوادث هنا على طريق مصر السويس بتوع الملاكي. والله الطريق زي الفل، بس في اماكن هنا كتير عبور المشاة هو اللي عامل حوادث. التوسعات لحد الدائري هو بنفس السرعه ماشيين بيها لفوق ال 100، مع ان الطريق المفروض يطلع على 60. يعني بالنسبه للي في علامات بتحدد السرعه دي. تمام، عربيه النقل لها سرعه، عربيه الملاكي لها سرعه، العربيات الكبيره لها سرعه، كل عربيه اللي بيبقى لها سرعه معينه. بعد التوسعات اللي عملها الجيش على الطريق بالنسبه كعيوب فنيه، ما فيش عيوب فنيه. طريق القاهره كان طريق القاهره السويس، يعني من قبل ما الجيش يوسعه لحد الرحاب كان كل يوم على الطريق بتاع ممكن يكون 15 حادثه 18 حادثه. في حوادث برضه يوميه، بس مش زي الاول برضه. تمام، في حادثه النهارده حصلت؟ في حادثه الساعه 8 الصبح عند الطرب كده. زي الزفت. زي الزفت من ناحيه، هل هو خطا فني؟ طبعا خطا، الطريق بيتعمل فيه اصلاحات ومفيش بديل ليه. الطريق بعد ما كان ثلاث حارات دلوقتي بيصلحوا فيه عشان يوسعوه. تمام، فبقى حارتين، كل يوم حادثتين ثلاثه واربعه. طبعا امبارح لسه واحد اترمى على الطريق كده، ولولا الناس وقفت اللي خبط ومشي. امبارح؟ تمام، الساعه كانت حوالي 6 بالليل. امبارح الساعه 6 بالليل. النهارده كان في برضه حادثه، واحد معدي الصبح اتخبط هنا، مظبوط؟ ما شفتهاش، ما شفتهاش بتاعت امبارح، بس سمعت عنها صح؟ لا. هنا حوادث حضرتك كل يوم، كل يوم ماشي قتيل اثنين ثلاثه عربيات مغازينهم هنا باستمرار. ممكن اقول لك المخدرات هي اللي مسيطره عن السواقين. يعني انا اعرف ان طريق السويس هنا انه غلط او فن هندسي موجود في الطريق، وده بسبب الحوادث. الطريق زي الفل وزي العسل وواسع جدا من قدام ومن تحت ومن نص ومن كله، بس المشكله سواقين التريلات سعادتك بيخلوا التبعين تسوق. أيوة. وهم نايمين في كرسي ورا. تمام، مش عارف ايه اللي داير. هو اخر حادثه حصلت هنا امتى؟ اخر حادثه حضرتك الصبح النهارده، واحد يا عيني بيسالني بيقول لي فين مدينتي، بس يعني بكلمه كده لقيت عربيه شاطته، ما شفتهوش بعد. عربيه نقل هي بتحمل زلط؟ بيسالني بيقول لي فين مدينتي، اطلع لها ازاي، لقيت واحد شاطر. تمام تمام، احنا بس عايزينهم يعملوا حضرتك كوبري يعدي الناس الناحيه الثانيه، كوبري مشاه زي اللي معمول عند المرتفع قدام. تمام تمام.